بسم الله الرحمن الرحيم تم بحمد الله اليوم السبت الموافق 25/9/2021 تحميل عدد 14 طن من لحوم الاضاحي لهذا العام وهي موزعه على المديريات الاتيه كالتالي: الفيوم عدد 2 طن، الاسكندريه عدد 2 طن، بني سويف عدد 2 طن، الاقصر عدد 4 طن، اسوان عدد 4 طن، وكل عام وانتم بخير.